الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة في سلسلة محاضرات علم الكيمياء. اليوم راح أتكلم عن موضوع في غاية الأهمية، هو نظرية التهجين أو Theory of Hybridization. كلمة التهجين مستخدمة في اللغة الدارجة عند كثير من الناس، ولها معنى بيولوجي معروف، ولها أيضا المعنى الكيميائي الذي سنتعرف عليه في هذه المحاضرة اليوم وفي ربما في محاضرة أخرى لاحق. أنا قلت في المحاضرات السابقة أن العناصر والمواد عندما تتفاعل توضع في إناء التفاعل يحصل بينها تصادمات وتعرض إلى ظروف مثل درجة الحرارة وعوامل مساعدة وضغط إلى آخره. ظروف التفاعل عادة تؤدي إلى زيادة طاقة المواد المتفاعلة، increasing the energy of reactants. لو افترضنا أننا أخذنا عنصر الكلور، غاز الكلور، وفعلناه مع عنصر البريليوم لإنتاج مركب اسمه كلوريد البريليوم. هذا التفاعل سوف كما قلنا يتعرض إلى ظروف تؤدي إلى زيادة طاقة المواد المتفاعلة الكلور والبرون. الآن سنعتبر أن الذرة الأساسية في التفاعل هي عنصر البريليوم. البريليوم عدد الذري 4، أي أنه يحتوي على 4 الكترونات. إذا رسمنا الهيكل الإلكتروني له سيكون 1s2 2s2 2p0. هذا هو مدار التكافؤ، يحتوي على المدار الفرعي 2s يحتوي 2 إلكترون، و2p يحتوي على 0 إلكترون يعني فارغ. تعرض البريليوم إلى ظروف التفاعل يؤدي إلى زيادة طاقة الإلكترونات. فإذا رسمنا الأوربيتالات، هذا هو الأوربيتال 1s مليان باثنين إلكترونات، وهذا المدار الفرع 2s2p فيه 2 إلكترون في 2s، وفيه عدد صفر px py pz هذه من الالكترونات. فعملية استلام الطاقة أو التهيج الذي يتعرض له البريليوم أثناء التفاعل ستؤدي إلى انتقال الكترون كما قلت، أو انتقال الكترون من الأوربيتال 2s أو المدار الفرعي أو جزء المدار الفرعي 2s إلى px الأوربيتال px. والناتج الذي سنحصل عليه هو بقاء الكترون واحد في 2s، وأصبح لدي الآن الكترون واحد في p اللي هو انتقل من 2s، هذا هو الالكترون. هذه المرحلة الأولى من عملية التهجين التي يطلق عليها عملية التعزيز أو الإثارة أو الاستثارة أو التهيج، بالإنجليزي نسميها Promotion Stage، مرحلة التعزيز أو الانتقال التي تحصل نتيجة التهيج الحاصل بفعل استلام طاقة إضافية في ظروف التفاعل. أصبح لدي الآن الهيكل الإلكتروني للذرة التي تدخل التفاعل البريليوم، هو بواقع هذا مدار التكافؤ، فيه الكترون واحد في 2s والكترون واحد في 2p. يدخل الآن البريليوم في المرحلة الثانية من مراحل التهجين، ألا وهي اندماج
الأوربيتالات الذرية لذرة البريليوم. يحصل اندماج بين الأوربيتال هذا 2s مع هذا الأوربيتال اللي هو الـ px من المدار الفرعي p. هذا الاندماج سيؤدي الآن راح نسميه ميكسينج، ويؤدي إلى إنتاج أربعة أوربيتالات، اثنين من عندها تحتوي على إلكترونات منفردة واثنين منها فارغة، اثنين منها فارغة. الآن هذول الأوربيتالين الآن لا يمكن أن نسميهم S على حدة، ولا يمكن أن نسميهم P على حدة، وإنما هما ناتج اندماج، هما ناتج تهجين للأوربيتالين S و P. وبواقع أوربيتال واحد من S وأوربيتال واحد من P، ولذلك هذا الأوربيتال سأسميه SP وهذا الأوربيتال سأسميه SP، مع التأكيد على بقاء اثنين أوربيتالات في مدار التكافؤ فارغة ليس فيها إلكترونات، وهذا التأكيد له سببه الذي سأتي عليه فورا أو بعد قليل. الآن لو رسمت هذه ذرة البريليوم المركزية راح يكون عندي أوربيتالين فيها إلكترونات ستتنافر مع بعضها البعض، وهذا التنافر سيبعدها عن بعضها البعض إلى أقصى مسافة ممكنة، بحيث يصبح التنافر في الوضع الأخير اللي تتخذه الأوربيتالات على أقل ما يمكن لكي تحقق الذرة أعلى قدر من الاستقرار، وهذا التنافر سيؤدي إلى أن يقع هذا الأوربيتال في طرف وهذا الأوربيتال في طرف آخر، وبينهم زاوية مقدارها 180 درجة، أي أن الوضع الذي اتخذته الوضعية التي اتخذتها الشكل الذي اتخذته ذرة البريليوم هو شكل مستقيم قدر تعلق الأمر بالأوربيتالات الجديدة المهجنة اللي هي أوربيتالات SP. هذا الـ SP معناتها الأس هنا واحد وهنا واحد، يعني هي SP معناتها أوربيتال واحد من S وأوربيتال واحد من P. بعد أن تصل ذرة البريليوم إلى هذه الحالة من تشكيل شكل هندسي معين، هو المستقيم لينير، تصبح الآن مستعدة للأوربيتالات الذرية المهجنة، هذه تصبح مستعدة الآن للتداخل مع الأوربيتالات الذرة الأخرى المتفاعلة معها اللي هي ذرة أو جزيئة الكلور، فراح تجي أوربيتال من الكلور هنا ويكون رابطة، ويجي أوربيتال هنا ويكون رابطة، وتتكون الجزيئة الجديدة BeCl2، ويكون هنا تكافؤ البريليوم الناتج هو 2، لأنه كون رابطتين، البريليوم كون رابطتين مع الكلور هنا. لو رجعنا إلى الهيئة الإلكترونية الأولى سنجد أن مدار التكافؤ فيه 2 إلكترون، وبالتالي فهو غير قادر على تكوين روابط، لأن شرط تكوين الروابط هو أن يكون لديه أوربيتال ذري فيه إلكترون منفرد، هذا هنا الأوربيتال مشبع، وبالتالي بناء على هذا الهيكل الإلكتروني سنتوقع أن البريليوم لا يستطيع أن يكون مركبات ثنائية التكافؤ، لكن عملياً وفعلياً إحنا لدينا مركبات للبريليوم صنعت، وجدت، تم الحصول عليها، واستخدمت في صناعات كثيرة وفي استخدامات كثيرة هي ثنائية التكافؤ. فمن أين حصل البريليوم على هذا التكافؤ الثنائي؟ حصل عليه نتيجة حصول التهجين وانتقال الإلكترون من أوربيتال إلى أوربيتال آخر نتيجة الطاقة المكتسبة أثناء التفاعل. فإذا هذا
الذي وصلت إليه الآن، ماذا أستنتج منه من فوائد تتحقق على نظرية التهجين في هذه خطوتنا الأولى؟ أول فائدة حصلتها هي أنني قررت أن للشكل للمركب الهندسي، المركب الكيميائي شكل هندسي. يعني المركبات الكيميائية ليست كما تكتب لنا على هذا الورق المسطح المستوي، وإنما هي بالعم الأغلب الغالبية المطلقة من المركبات الكيميائية لها شكل هندسي معين، وهذا أول شكل هندسي وصلنا له، وهذا الشكل الهندسي ما كان له يتحقق لولا حصول عملية التهجين. فأول فائدة متحققة من نظرية التهجين هي تحديد الشكل الهندسي للمركبات، وباستطاعتي الآن أن أعمم أننا لو عملنا التهجين لأي مركب كيميائي ووجدنا أن نوعه هذا SP، فإنني سأقول فورا أن هذا المركب له شكل هندسي مستقيم. هذا هو البريليوم، وهذه هنا ذرة الكلور، وهذه ذرة الكلور الثانية، والزاوية بين العناصر التي دخلت في هذا المركب هي زاوية المستقيم 180 درجة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من التهجين، أرجع إلى ناتج التهجين الأول اللي هو الميكسينج، عفوا الخطوة الثانية اللي هي الميكسينج. لاحظوا أنه أنا في مدار التكافؤ بقى لدي أوربيتالين فارغين. عندما يكون لدي مركب بعد تهجين ذرته المركزية فيه أوربيتال واحد أو أكثر فارغ، فإن هذا المركب يوصف بأنه حمض لوس، وهذا سيدخل على تعريف الأحماض في نظرية لوس كما سنتطرق له في نهاية تداولنا لأنواع التهجين الأولى الثلاثة اللي هي SP وSP2 وSP3. فإذا الفائدة الثانية اللي حصلناها من عملية التهجين أننا نستطيع أن نقرر بعد تهجين العنصر المركزي للمركب، أن نقرر هل أن المركب حامض لوس أو أنه غير ذلك. يكون حامض لوس عندما يكون لدي أوربيتالات فارغة في مدار التكافؤ، لأن هذه الأوربيتالات الفارغة سيصبح لديها الاستعداد لتقبل أزواج إلكترونية من مركبات أخرى، أي التي نصفها بالحوامض. ويمكن أن يوصف هذا المركب من هذا النوع، أي مركب في الدنيا فيه أوربيتالات فارغة يمكن أن يوصف بأنه مركب ناقص، مركب ناقص إلكترونيا، ناقص إلكترونيا، أو يسمى إلكتروفايل. والإلكتروفايلز أو الإلكتروفايل أو الإلكتروفايلات هي المركبات أو السبيشيز، يعني نقصد فيها مركبات أو أيونات أو مجاميع أو جذور التي يكون فيها نقص إلكتروني، أي إنها باحثة عن الإلكترونات. والآن تحققت الفائدة الثانية العظمى من عملية التهجين وغير التهجين، ألا وهي تحديد هوية المركب، هل هو حامض أم غير ذلك، في ضوء وجود أوربيتال فارغ في مدار التكافؤ بعد حصول عملية التهجين. أعتقد أنه أنا أتوقف عند هذا القدر في محاضرة اليوم، وفي المحاضرة القادمة سأتكلم عن التهجين النوع الثاني اللي هو SP2، وأؤكد على أنني سأهتم بثلاثة أنواع التهجين الأولى اللي هي SP والSP2 والSP3، لأن هذه الأنواع الثلاثة هي التي تهم الدارسين لعلم الكيمياء العضوية والكيمياء الحيوية بالدرجة الأساس. أما الأنواع الأعلى فيمكن أن تكون مهمة لمن يهتمون بالكيمياء التناسقية والكيمياء غير العضوية. إلى هذا الحد أتوقف في محاضرة اليوم، وإن شاء الله
في المحاضرة القادمة سأتحدث عن تهجين SP2 وما هي الفوائد التي تتحقق منه وصولا إلى تهجين SP3، وأيضا نأخذ نماذج أخرى لكي نحقق الفائدة المتكاملة من نظرية التهجين هذه وما توصلنا له من الأشكال الهندسية للمركبات، الزوايا التي تربط المركبات، وهل المركبات حوامض أم قواعد أم أنها مركبات متعادلة. تحياتي لكم، وإلى اللقاء في محاضرة قادمة. أرجو أن تكونوا بخير وعافية وأمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.